السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مجددا في حلقة جديدة من حلقات غاية أو سلسلة غاية الحكيم والتي سنتناول فيها القسم الثالث والأخير من الباب التاسع والثلاثون حيث وصلنا في تهذيب الأخلاق والمثل وتعظيم السلوك القويم وهو كما ذكرت في الحلقة السابقة هذا جزء مما كتبه الدكتور صلاح الخولي وضمنه أبو الصادق منه السلام في هذا الكتاب لمناسبه الموقف وتبيين الامر حول الديانه المصريه القديمه. اهتم المصريون القدماء وحكمائهم بالدرجه الاولى بوضع نبراس للسلوك القويم وتهذيب الاخلاق والسمو بها والبعد عن الاثام والسلوك الذميم. وقد حفل تراثهم التهذيبي بالعديد من كتب الحكمه والموعظه توالت بشكل منتظم طوال العصور يكمل بعضها البعض ويضيف إليها ما يستجد من خبرات وحكم، ولعل من أبرز حكمائهم بتاح حتب، آني أم نؤبه، وعن خشاشة نقي، وقد شملت نصائحهم وحكمتهم كل جوانب الحياة، فمنها ما تناول تربية المرء وتهذيب سلوكه تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، ومنها ما تناول علاقته نحو الصغير والكبير. الرئيس والمرؤوس ومنها ما نبه الى مراقبه الخالق واتباع اوامره وتجنب نواهيه. وفيما يلي نذكر بعض مقتطفات منها وبالاخص ما حث ودعا اليه الدين الاسلامي وكذلك الديانات الاخرى سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فمثلا نرى الحكيم بتاح حتب. يدعو للزواج مبكرا باعتباره عفه للمرء ويدعوه للاهتمام بالزوجه ورعايتها فهي حقل طيب يعود بالخير على صاحبه ولعل هذا يذكرنا بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم ونراه يحذر تحذيرا شديدا من دخول منزل دون استئذان. في غيبة صاحبه وهذا يتطابق مع ما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بيوتكم حتى تستأنسوا ويحذر الحكيم آني أيضا من الغيبة ويعتبرها جرما كبيرا حيث يقول لا تتحدث عن شخص آخر غير موجود معك هذه جريمة كبرى وهذا يطابق تماما قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة وقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ويحذر آني أيضا من الاقتراب من المرأة الغريبة أو الأجنبية أو حتى النظر إليها، وبالأخص لو كانت من المحصنات. فهي حسب قوله: مجرى عميق لا يعرف غوره. ويعتبر ذلك أيضا جريمة تستحق الموت. هذا المعنى نجده يتكرر في سفر الأمثال الإصحاح الخامس والسادس في العهد القديم. وهذا ايضا يذكرنا بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. كذلك نجد اني يحذر من شرب الخمر واثارها السيئه ومنها انك تفقد السيطره على لسانك ولا تعلم ما تقول ويتعرض صاحبها للاهانه والاذلال ونراه يحذر ابنه من الغش وقول الزور الذي يسميه جريمه ويوصي اني ابنه بامه ويقول له قدم الطعام لأمك مضاعفا وخذ بيدها كما أخذت هي بيدك فقد كنت عليها حملا ثقيلا وحملتك دون أن تشكو وعندما ولدتك بعد أشهر أشهر الحمل ضمتك إليها وكان ثديها في فمك لثلاثة سنوات ولم تتأفف يوما من قذارتك. هذه الوصايا بالأم تكاد تتطابق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وهذا بعض من كثير مما خلفه لنا حكماء مصر القديمة من حكم ونصائح تتفق إلى حد كبير مع ما جاء في القرآن الكريم لكن أبرزها ما جاء في التوراة وبالتحديد في سفر الأمثال والذي نجده يتطابق إلى حد كبير مع ما سجله الحكيم المصري الشهير مأبه أمنو مأبه من القرن الثاني عشر قبل الميلاد في برديته الشهيرة التي دون فيها حكمته ونصائحه لابنه حور ماخر في ثلاثين فصلا الملفت أن نصائح ومواضع هذا الحكيم تتطابق تطابق شبه كامل مع سفر الأمثال في العهد القديم حتى أن بعض الباحثين اعتبروه أن النسخة العبرية عبارة عن ترجمة حرفية للنسخة المصرية القديمة مع ملاحظة أن نصائح هذا الحكيم هي امتداد لأقوال ونصائح حكماء مصريين سابقين أقدمهم يرجع إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد ومن الملفت أيضا أن سفر الأمثال أيضا مقسم بدوره إلى ثلاثين إصحاحا وأن نصائحه وأقواله موجهة بالمثل من أب بالمثل من أب لابنه تبدأ نصائحه أو نصائح هذا الحكيم التي ينصح بها ابنه بقوله أملي إذنيك لتسمع أقواله واعكف قلبك على فهمها لأنه شيء مفيد إذا وضعتها في قلبك ونقرأ نفس البداية في سفر الأمثال أملي أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفته لأنه حسن إن حفظتها في جوفك ونلاحظ أن المصري القديم كان يستخدم القلب كمركز للفهم والادراك، تماما كما يقول القرآن الكريم: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاله؟ وكذلك في قوله تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها. ومن بين الاقوال التي قام بها هذا الحكيم في عدم السخريه من اي انسان لاي سبب، لا تحتقر من به عرج، ولا تعبس في وجهه. فالإنسان صنع من طين وقش والله خالقه، وهذا يذكرنا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول الحكيم عن الغش في الميزان وإنقاص الكيل: لا تسئ في الكيل وأوفي الكيل بالدقة الواجبة، ولا تغش لأن الإله يمقت الرجل المدلس. ونفس المعنى نجده في بداية الإصحاح الحادي عشر من سفر الأمثال. موازين غش مكرهه الرب والوزن الصحيح رضاه ونجد نفس المعنى في القرآن الكريم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ويقول سبحانه الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ويحذر هذا الحكيم من قول الزور، فيقول: لا تدخل قاعه المحكمه وتزيف كلامك، ولا تتردد في جوابك عندما يكون شهودك قد وقفوا. قل الصدق امام القاضي، ولا تجعل لاحد سلطان عليك. ونفس التحذير نجده في سفر الامثال. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالاكاذيب لا ينجو. كانت هذه بعض النماذج من نماذج كثيره نجد اصولها في ادب الحكمه المصريه القديمه بل وحتى في اقدم من نصائح هذا الحكيم مثل نصائح اني وبالتا حتب لا يسمح المجال لذكرها الان ولكنها ولكنها جميعها تؤكد ان المنبع واحد وان المصريين القدماء كانوا يتبعون على الاقل في اخلاقياتهم دين الحق ويدعون للخير وينهون عن المنكر وختاما لا بد أن نجيب على سؤال هام هل كان المصريون القدماء يؤمنون بالإله الواحد بينما كان لديهم هذا العدد من المعبودات والآلهة الإجابة هي أنهم كانوا يؤمنون أن الإله لا بد أن يكون واحد وإنما التعدد مرده أنهم كانوا يعتبرون تلك المعبودات الثانوية مجرد صفة من صفات الخالق المطلق ومظهر من مظاهر قوته مظهر التوحيد بأن الإله لا يكون إلا واحدا قب قد عبرت عنه جملة في نص إحدى البرديات عبارة عن تسبيح وابتهال للخالق المطلق تقول إنك أنت الإله الجليل الواحد الأحد رع حور آختي لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء هذه الفقرة تؤكد على الوحدانية وتكاد تكون ترجمة حرفية لسورة التوحيد في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد و إلى هنا تنتهي هذه المشاركة من الدكتور محمد صلاح الخولي عنوان كرات في مصر ونعود لكلام القائم أبو الصادق منه السلام كانت أول كرة لصاحب مصر في الأرض هي أخنوخ أو إدريس عليه السلام كشف الإمام أحمد الحسن منه السلام أن أخنوخ هو أوزيرس وأنه هو من بنى الأهرامات كان أوزيرس ملكا مصريا وكان منصبا من الله على أرض مصر ومن كراته الأخرى عاميد عليه السلام قال الإمام أحمد الحسن أبو الهول اي عميد نبي من المئه واربع الف نبي انه كان رجل ذو علم عظيم وله معاجز اسمه هو النبي عميد عليه السلام انصار النبي عميد بنو ابو الهول وهذا الوجه هو وجه النبي عميد عليه السلام هذه مصر العظيمه ارض مصر المباركه اطهر بقاع العالم بعد مكه والنجف وكربلاء والاهرامات اقدم من ابو الهول الذي بنى الاهرامات انسان عبقري وهو من الله، رجل ارسل من الله لهذه المهمه، بناها لامر هام حينها وحفاظا على امر هام مستقبلا في زمن القائم منه السلام. الطاقه التي تجلبها تمنع الزلازل في ارض مصر، ولها كثير من الفوائد. والذي يفتح اسرار الاهرامات رجل من رجال المهدي عليه السلام. وهو سر من أسرار الله صاحب مصر هو من سيفتح الأهرامات بناها صاحبها ويفتحها صاحبها إن الأهرامات تضم قبور ستة أنبياء من المئة وألف و وأربع وعشرين ألف نبي فيها فتحة إن وضعت أي شيء بها يعود إلى أصله إن وضعت دجاجة مثلا حية في داخلها سوف تعود الى بيضه ان وضعت انسان له طرف مبتور او مقطوع سوف يعود الى ما كان عليه قبل هذه الاعاقه المريض يشفى والعجوز يعود شابا وهناك كنز عظيم كبير جدا في مصر يجعلها تفيض على جيرانها خيرا منه كرر صاحب مصر ايضا كحاكم على مصر في زمن اخناتون عليه السلام وهو يوسف عليه السلام وقاد بني إسرائيل خارج مصر كالملاك ميطاترون وسافر إلى مصر واستشهد فيها في كرته كنبي الله إرميا عليه السلام حكم مصر في كرته كالإسكندر الأكبر عليه السلام ومالك الأشتر عليه السلام ومرة أخرى في هذا الزمان ولد وعاد كمصري ليحكم أرض مصر وهو عبد الله هاشم أو الصادق منه السلام اخيرا نقرا فقره بقلم السيده هديل الخولي بعنوان مخلص مصر والسيده هديل الخولي هي احدى المؤمنات في هذه الدعوه وقد ضمن هذا الملخص او هذه الفقره ابو الصادق في هذا الباب تقول الاخت هديل ورد في روايات ال البيت منهم السلام وصف فريد لمصر ودورها في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البشرية. قال الإمام علي بن أبي طالب منه السلام في الجفر في وصف مصر في الزمن القائم مصر سند المهدي وأيضا قال مصر مدّد وسند ممسوك بيد المؤمن وتغدو للمهدي جناحه الأيمن. ولكن يرتبط هذا الدور العظيم لمصر كسند للإمام المهدي بالظروف التي سيكون فيها الشعب المصري حينها. حيث ستكون فتره من احلك الفترات التي تشتد فيها معاناه الشعب المصري تحت وطاه الفقر والذل والفتن والخراب. يتجرع الشعب المصري الويلات من حكام فاسدين فجره يستنزفون مقدر مقدرات البلاد وينهبون ثرواتها ويبيعونها ارضا وشعبا بابخس ثمن. يفيض الكيل بالمصريين حتى يصرخون طلبا لمنقذهم. صاحب مصر. وبعد دهر من المهانه والخيانه والاستبداد الذي يذوقه المصريون على يد حكام نصبتهم الانظمه الوضعيه، يدرك المصريون اخيرا ان خلاصهم على يد حاكم منصب من الله وليس من الناس. وان هذا تقدير العلي العظيم لهم منذ البدايه. فيكونون هم الذين يطلبون صاحب مصر ليحكمهم. بعكس الطواغيت الذين تسلطوا على دفة الحكم وهكذا نفهم كلام الإمام علي منه السلام في الجفر عندما قال فيوقظ الصحابي أهل الكنانة من سبات ويبعث الله بعض الأموات فلكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب فاستيقاظ المصريين على هذه الحقيقة هو بمثابة إحياء لهم بعد الموت يتضح كذلك جليا من الروايات أن صاحب مصر لا يدعو لنفسه لدرجة أن أهل مصر يجهلونه وهو في وسطهم. يقول: وبعد دهر قام لها قائمها صاحب لا رهج له ولا حس، بعدما كان ملء السمع والبصر، وكذلك لا يبصره أحد وهو معهم، أي أن صاحب مصر منه السلام أمامهم يسمعونه ويرونه لكنهم لا يتعرفون عليه ويجهلون حقيقته. ويلي ذلك غيبته عنهم حتى يرجع اليهم فاتحا جالسا على عرش مصر وتكثر في روايات ال بيت محمد صلى الله عليه واله عبارات التبشيرات لاهل مصر في بهذه العوده ومن جمله ما يقوم بها صاحب مصر لاهلها بعد ان يفتحها يسترجع ثروات مصر ويقضي على الفقر يقول الامام والكلام كله هذه النصوص من امير المؤمنين علي بن ابي طالب. عجبا لكم يا اهل مصر يجبر الله كسركم وينجز مواعيدكم ويغني عائلكم ويقضي مغرمكم ويرتق فتقكم ما دمتم في سبيل الله مرابطين. ويعيد لمصر مكانتها العالميه حيث يقول صحابي مصر يعيد لها الصحابه بانوارها. ويرسو بها على برها بعدما تواخى الناس على الفجور. ويكشف عن اسرار مصر وكنوزها حيث يقول: فيخرج صاحب مصر من خفاء وصمت طويل ويفتح كهف الاسرار وينادي بالثار الثار. يفتح القدس لهم البشرة بدخول القدس بعدما يسرج الله فيها السراج المنير صحابيا يغدو فيها على مثال الصالحين وكذلك الا وبشروا اهل مصر. بأنهم يدخلون القدس ولهم مع القدس موعد وصاحب مصر يمهد للمهدي سلطانه. يبني منبر مصر ويجعل مصر مركزا اعلاميا للامام المهدي عليه السلام. وقد علمت ان منبر المهدي الاعظم في اخر الزمان يكون من مصر ويبسط له ويبسط له البساط رجل بأسه حديد وقلبه شديد يفتح الله له فتوح العارفين. ويتفق سرد الأحداث في الروايات مع سيرة صاحب مصر أبو الصادق عبد الله هاشم منه السلام فرغم وجوده في مصر لسنين, لسنين طويلة لم يدعو لنفسه قط بأنه صاحب مصر بل كانت دعوته لحاكمية الله ولجده الإمام المهدي صلى الله عليه وآله مبغوضة بين الناس تماما كما صرحت الروايات له نداء مبغوض كرائحة الثوم يخرج وسيده بهوان بعدما صال يهود على الكنانه صيال كلب عقور وهذا بالضبط ما حدث مع عبد الله هاشم منه السلام فبعد ان نجح في توصيل دعوه الامام المهدي عليه السلام الى العالم كله من خلال المنبر الاعلامي الذي بناه هو واصحابه في مصر وبعد رفعه الرايات السود المشرقيه في الشهر الثالث من عام 2015 تماما كما اخبرت الروايات يصبر صبر الاولياء ويرفع الرايه السوداء تكالبت عليه السلطات والاجهزه الامنيه المصريه حيث تعرض هو واصحابه للسجن والملاحقه لسنوات دون انقطاع حتى ارغم على مغادره البلاد هو وعائلته وهو مطلوب من قبل المباحث المصريه. وفي سنوات الغربه شاهدت صاحب مصر والكلام للاخت هديل. يعتصر قلبه على ما حل باهلها من ظلم وقهر والحال الذي اوصل الحكام اليه البلاد، حتى جعلوها مرتعا للصهاينه وبني سعود وحكام العرب الخونه. سمعته يحكي امامي عن مصر التي يريدها للمصريين. مصر كما سيحكمها هو، كما ينبغي ان تكون. فمصر التي يحكمها ابا الصادق لا يحق لاحد فيها ان يكنز الملايين بينما يعيش الباقي على فتات. بل يتم توزيع الثروات فيها بالسويه بعد ان يسلم الاثرياء الفائض عن حاجتهم ويتم توزيعه على افراد الشعب حتى ينعم الجميع بنفس المستوى من المعيشه والرفاهيه. في مصر التي يحكمها ابو الصادق لا يوجد شيء اسمه مدارس خاصه او مدارس او جامعات اجنبيه، انما يحق لكل فرد ان يحصل على افضل تعليم له ولاولاده. السباك مثل المهندس. مثل الحرفي مثل الطبيب لكل للكل فرصه فرص متساويه في الذهاب لافضل مدارس في مصر التي يحكمها ابو الصادق لا يحرم البسطاء من الرعايه الصحيه او الخدمات الاجتماعيه بسبب دخلهم بل يتمتع الكل برعايه صحيه مثاليه وبنفس المستوى دون اعتبارات الماديه سمعته يتحدث عن كنوز ومواقعها التي لا يعرفها احد وكيف باستطاعته ان يغني كل محتاج فيها بل يفيض على جيرانها. رايت فيه مصر التي تمنيتها وحلمت بها انا واولاد بلدي في كل لحظه قهر مررنا بها. رايت فيه مصر التي حلم بها شباب كانوا يعرفون يوما بشباب الثوره. وإذا بي أقول لهم الحاكم الذي كنتم تنتظرونه موجود الذي يعيش مثل شعبه ويرفض العيش في قصور الذي لا يطأطأ رأسه لطاغية الذي يضحي بنفسه من أجل أن يعيش شعبه في حرية وكرامة هو موجود استمعت لحديثه عن مصر ليس كأحد أنصاره فحسب ولكن كفتاة مصرية حلمت بغد أفضل لأهلها وناسها وعرفت حينها اننا كمصريين بعد طول مهانه سنرفع راسنا من جديد وبهذا يكون انتهى هذا الباب التاسع والثلاثون من فصول او من ابواب كتاب غايه الحكيم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.